ما بين الصدمة والفشل والكابوس تعيش إسرائيل اليوم تبعات هجوم عناصر حماس عليها. تاريخ المواجهات الدامية بين الطرفين غالبا ما كنا نعرف نقطة بدايتها ونتوقع محطة نهايتها، لكن المقدمات والمعطيات على ساحة المواجهات على أرض المعارك لا تعطينا أي مؤشرات عن السيناريوهات المستقبلية. في ظل استهداف وصل إلى قلب تل أبيب وأسرى من الجيش الإسرائيلي في حوزة مسلحي حماس، لأول مرة تدخل إسرائيل حربا من داخل أراضيها، إلا أن الوضع اختلف اليوم، وبناء عليه ما التداعيات المحتملة على مستقبل الحكومة الإسرائيلية وعلى مستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ من القاهرة مساعد وزير الخارجية الأسبق والدبلوماسي السابق في السفارة المصرية في تل أبيب السفير رفعت الأنصاري. أهلا بك معنا سعادة السفير. هل نحن أمام أهلا وسهلا بك. سيناريو تتوسع فيه المواجهة الآن؟ ما سمعتش، أنا آسف. أقول نحن أمام سيناريو ستتوسع فيه المواجهة أم الأمور قابلة الآن للاحتواء بعد كل ما حدث؟ لا شك عندي أن ما هو قادم سيكون أوسع وأكثر شراسة وأكثر تدميرا في الجانب اللي هو في قطاع، لأنه إسرائيل الحقيقة إسرائيل مجروحة جرح كبير، والجرح ده سيظل لسنوات قادمة، وإسرائيل أخفقت إخفاق كبير للغاية فيما يتعلق بالإخفاق العسكري، الإخفاق المخابراتي، الإخفاق الأمني والإخفاق السياسي. كل ذلك حدث بشكل غير متوقع على الإطلاق، لأن إسرائيل كانت في حالة استرخاء عسكري، وكانت أيضا زي ما كانت في حرب 73 هي كانت في حالة استرخاء، وعندها ما يسمى the concept اللي هو المفهوم، كان عندها أيضا هذا المفهوم مع حماس. والحقيقة أن خداع الاستراتيجي الذي تم في 73 تم تكراره من جانب حماس في الفترة الماضية، لأنه حماس الحقيقة أعطت الانطباع بالاسترخاء العسكري، وفي نفس الوقت هي لم تشارك مع منظمة الجهاد الإسلامي في الأحداث التي حدثت مؤخرا من عدة شهور. إسرائيل كانت بتعتمد على أنها لديها قدرات أمنية وقدرات استخباراتية في استقراء الموقف وفي معرفة كل ما يدور حول السياج الأمني الموجود على الحدود، إلا أن كل ذلك أخفق، لأنه حماس بدأت الحقيقة في الترتيب وفي التخطيط المتقن الصامت السري تماما منذ آخر يونيو، وهذا إن دل على شيء في تقديرك سعادة السفير المخابرات الإسرائيلي في أنها تتعرف رح يتغير يعني في الخارطة السياسية أو الجيوسياسية الآن بعد كل ما حدث، ولصالح من مثلا؟ أولا أستطيع أن أقول لك أن العمليات العسكرية لن تتوقف الآن، هذا بالتأكيد، لأنه إسرائيل لا تستطيع أن توقف عملياتها أو تقبل وقف إطلاق نار، لأن الرأي العام الداخلي الإسرائيلي رأي عام سائر تماما على الحكومة وعلى رئيس الوزراء وعلى كافة الوزراء وعلى المؤسسات الأمنية والمخابراتية والعسكرية. إذن لن يكون هناك إيقاف للعملية. في نفس الوقت ما يشجع إسرائيل للأسف الشديد أنها حصلت على الجرين لايت، الضوء الأخضر، من الولايات المتحدة ومن معظم دول الاتحاد الأوروبي، بل حتى من بعض المنظمات الدولية، في أنها تفعل ما تشاء باعتبار أن ذلك دفاعا عن المواطن الإسرائيلي. هذا بيعطينا موقف غير مسبوق، في أنه كافة المجتمع الدولي بالكامل بيعطي إسرائيل الضوء الأخضر لارتكاب أبشع الجرائم في القطاع. أنا أعلم تماما أن قيادات حماس يعني أوريدي عندها سيناريوهات لما قد يحدث، ولكن هل هناك سيناريو بيؤدي في الأوضاع الحالية إلى أنه يحدث غزو بري إلى القطاع؟ هذا سؤال المليون دولار، أستطيع أن أجاوب عليه بشقين. الشق الأول هو
انه الشق الاول هو انه ما يحد اسرائيل هو وجود الاسرى الاسرائيليين من العسكريين والمدنيين اللي بدا عددهم في اول العمليه ب 35 ثم ارتفع الى 50، والان بعض المصادر تراوح هذا العدد بما يصل الى 100 اسير. هؤلاء الاسرى موجودين في كافه انحاء قطاع غزه وليسوا في أماكن واحد أو عدة أماكن، لا، موزعين تماما. وهنا بيرى الخبراء، وأنا بتفق معهم، أن أن شكل الحرب سيتحدد عندما يتحدد عدد الأسرى وأماكن تواجدهم. وبالتأكيد أن من يعلم عدد الأسرى، الطرف الوحيد الذي يعلم عدد الأسرى هي حماس كمنظمة. إسرائيل لا تعلم عدد الأسرى ولا يعلم ولا تعلم أي إسرائيل الأسرى. أيضا بسبب أنه في البعض، وهذا يقال في المصادر الإسرائيلية، يعني اللي متخفي أو مختبئ أو هارب، فصار في حالة إرباك في يعني لدى السلطات الإسرائيلية. سؤالي الآن عن الدور المصري في كل مرة يتأزم الوضع فيها، واللي كان أقل خطورة بكثير من هذه المرة، تدخل مصر. لو الآن دخلت مصر، وأنا متأكد أنه مصر يعني بدأت أصلاً يعني اتصالاتها وحركاتها، على أي اتجاه، على أي نحو ممكن يكون؟ مصر بدأت اتصالاتها بالفعل، اتصالات على المستوى العربي. أولاً كان هناك اتصال بين الرئيس السيسي وبين الملك عبدالله، وكان اتصال أيضاً بأبو مازن. لم يحدث حتى الآن على حد، هناك اتصال أيضا بالمستشار الألماني، لكن لم يحدث اتصال على حد علمي حتى الآن بالإدارة الأمريكية أو بالرئيس بايدن. الجزء الاتصال الوحيد اللي حصل من الإدارة الأمريكية كان من جانب توني بلينكن وسامح شكري وزراء الخارجية الاثنين. أنا يعني تقديري الشخصي أن أي جهود مصرية تعمل على وقف إطلاق النار في الفترة الحالية لن تحقق نتائج إيجابية للأسف الشديد، لأنه إسرائيل لن تتوقف الآن. ولكن الأهم من ذلك، هل سيحدث غزو بري أولاً ثم تتوقف إسرائيل، أم ستتوقف قبل حدوث أي غزو بري؟ لابد أن تقوم إسرائيل بتدمير البنية التحتية بالكامل الموجودة في قطاع غزة، وإن أمكنها أن تغتال بعض القيادات، ربما هذا سيكون بداية الاقتناع بأن العملية تتوقف مع دخول ضغوط خارجية كثيرة. بس أكيد مصر لن يكون مثل هذا يعني مرحب ومقبول إذا كان يعني شيئا لها أن تكون وسيط. مصر مطلوب منها كدور أنها تكون وسيط، ولكن هذا الطلب ليس الآن موعده. هذا الطلب يعني بيخلوها كده كاحتياطي استراتيجي عندما ترغب الأطراف المختلفة في الوصول إلى نتائج، لأن مصر هي الطرف الوحيد، وربما قطر إلى حد ما هي الطرف الوحيد التي لها علاقات جيدة وقوية بالطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وفي نفس الوقت أيضا لها علاقات جيدة للغاية بتنظيم أو منظمة حماس. من القاهرة مساعد وزير الخارجية الأسبق والدبلوماسي السابق في السفارة المصرية في تل أبيب السفير رفعت الأنصاري، شكرا لك.